بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا معهد جراند أونلاين أكاديمي لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت. أنا معلم اللغة العربية في جراند أونلاين أكاديمي، اسمي عمر عبد عمر. نأخذ فصولا جديدة لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت. سنأخذ اليوم درسا يتحدث عن الهاتف. عنوان الدرس الهاتف. ما شاء الله، الكن هو جراند أونلاين أكاديمي، وإحنا معلك بحنية كورس اللغة العربية جراند أونلاين أكاديمي. عشر كائن ما انتقلنا وكدوية عشرة تهرة. waxaan ka hadlaynaa moobilka. Haddii qofku soo garaaco sidee ugu jawaabi lahayd moobilka iyo dhaxaya waxa uu moobilka la charge kareeyo inta af carab sidee ugu wadan lahayd iyo macluumaad kale. Marka ma ay ka warramaynaa macluumaad kooban oo ka caawinaya moobilka isticmaalkiisa oo luqada af carabiga. Marka mar ayaynu ku turmaynaa luqada carabiga, kadib sharaxaad ayaynu bixin doonaa insha Allah luqada Soomaaliga. Al-hatif yarin man hada irfa' as-samaa'a رد على الهاتف سوف أتصل بك لاحقا، أنا بحاجة لشحن هاتفي. ما شاء الله، يعني ما قاعد أشرح حوالي الهاتف ومحي وموبلك. الهاتف يرن، مركو تلفون خوف كسوق على تلفون كل دعية مع رواني. الهاتف والتلفون كي يرن ودعية قف أول شيء تلفون كل دعية قو قو تلفون كل دعية تلفون كي ما تقبلتي مع رواني سأ وأيو من هذا ويقف كريم وكما أيوة من هذا وكما ارفع السماعة سمع هذا الشد عبا سمع هذا خرقات سمع هذا الشد وحلو استعمالك لا مركب بالكفون كشيء يصير مو بالك عبا أتكسر هذا اللعيس ارفع السماعة وين رد على الهاتف تلفونك قبو تلفونك ما كل دعية قف قوانا صار رد على الهاتف تلفونك ما دعية قبو رد قبو أبو الجواب على الهاتف تلفونك عبا مو بالك سوف أتصل بك لاحقا. قف الله هذا ساقو رأس هدو ما كسوق راعي تورا. وما هاي مركا سوف أتصل بك لاحقا هدو أيام كسوق راعي تورا. أبو مركا أنا بحاجة لشحن هاتفي. هو يمر مهدون مر 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 بالعتاج شركاي إذا واحد دوني أنا تاج كراي مر بخي معه نساء أنا أنيكو بحاجة وحنو بحناي لشحن أنا تاج كرايو هاتفي مر بخيها. ما شاء الله مركب حوي أريه كومن وكاح وانا استعمال كموبايل واللغة العربية. الموضوع الهاتف. أولا الهاتف يرن، هنا يرن الهاتف ماذا تقول؟ الهاتف يرن. من هذا؟ حينما ترد على الهاتف وتقول من هذا؟ ارفع السماعة، ارفع سماعة الهاتف. رد على الهاتف، حينما يرن الهاتف ماذا تقول لشخص آخر؟ رد على الهاتف. سوف أتصل بك لاحقا، أنا بحاجة لشحن الهاتف، شحن بطارية الهاتف. أنا بحاجة لشحن الهاتف أو شحن بطارية الهاتف. سابعا لقد نفذ مني الرصيد، حينما ينفذ منك الرصيد ماذا تقول؟ لقد نفذ مني رصيد الهاتف. أريد تعبئة الهاتف، أريد تعبئة الرصيد، أريد تعبئة الرصيد حق الهاتف. ما شاء الله أعطينا في صواريكم معنا 12 كام مرة أنه كدو مرنا الهاتف وموبلك تكوبات. الهاتف يريد تفوق ما كنا عاية مع الله نيسا تفوق كما دعية فعربي كنا الهاتف يريد تفوق كما دعية من هذا تفوق كما قبطي وكما سمو دنيسين من هذا وأيو ارفع السماعة سماع هذا الشيء سماع هذا مرة كروك هذا يسيد موبلك ارفع السماعة رد على الهاتف والتواب قفك صوق رعية موبلك ويرد على الهاتف والجواب أو تلفونك قوى سوف أتصل بك لاحقا هل دوما كنا صوحة الدونة أنا بحاجة لشحن هاتفي وحنوباها نعي إن تاج كريستو موبلك تاج موبلك معنا يحنا شحن أنا بحاجة وحنوباها نعي لشحن هاتفي موبلك تاج كريستو وعقل وصير أحسن لنا لقد نفذ مني الرصيد لقد نفذ وحي قد ماضي مني أنا الرصيد بلكو بريبير وقد ماضي معنا نساء بريبيد موبلك هاي قد ماضي نقلها هاي لقد نفذ من الرصيد ما قال لي واحد دوني يعني موبلك بريبيد كشوفته بريبيد حضرك مع الله إيسا أريد تعبئة الرصيد أريد واحد دوني تعبئة أنا كشوفته الرصيد بريبيد موبلك. ما شاء الله وصلنا إلى ختام هذا الدرس. أتمنى لكم وقتا ممتعا وسعيدا. أنا معلم اللغة العربية في جراند أونلاين أكاديمي، اسمي عمر عبد عمر. نأخذ فصولا جديدة لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت. وشاركونا آراءكم في التعليقات في أسفل هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.